السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة شباب. جديد ملف قاطني دور الصافيح بمدينة شباب. اليوم غادي نوصلوا مجموعة من الرسائل المهمة ديال قاطني دور الصافيح. شفنا كيفاش بدات العملية ديال الهدم، وكيفاش كانت الناس كدير القرعة ديالها وكتدخل تسكن مباشرة بلا كرا بلا والو. جات عملية الهدم واحد الوقت كتريب وكتخرج تكري، والبون ديال القرعة في يديك. جات من وراء المرحلة الثالثة ديال كتخرج تكري ما عندكش البون وكتريب في انتظار ان القرعة تدار. في هذه الحالة هذه مجموعة من الأسر اللي شملاتهم عملية الهدم لقاو راسهم مع أصحاب الشكايات، أو لا تسنى حتى يوجدوا لبان ديال القرعة. فاليوم نناشد السلطات المحلية بسريع الوتيرة وتسهيل المساطير كما أشار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأن الناس مساكن كيتخبطوا في الكرة. الناس كيتخبطوا في الكرة دابا بالشهور، باقي ما عندهمش البون. وباللي كاين اللي كيتخبط في الشهور في الكرة وهو عنده البون ومخلص الكاش. كنتمناو من الله أن هذا المشكل يتحل، لأننا كنشوفوا تبارك الله الأمور غادي في واحد الملحى إيجابي على مستوى مجموعة من النقاط. ولعل أبرز حاجة اللي خلات هاد الأمور تمشي مزيانة هما هاد الناس هادو، يعني اللي كانوا في هاد السكن العشوائي وكانوا واحد التفاعل إيجابي منهم مع السلطات المحلية على أساس دوز العملية ديال الهدم. فاليوم المطالب ديال الساكنة هو القرعة ترجع، المشكل ديال القرعة ترجع باش اللي عنده وليداته كيقراو يعرف فين غيستقر، واللي معاه شي حق يعرف فين غيستقر. لأنه والله العظيم كاين أسر مساكن اللي ما كينعسوش، كاينو أسر اللي ما كيجيهمش النعاس كثرة ما كيفكروا في هذاك البون، واللي كيعتبروه المنفذ الوحيد من بعد داك الكرا اللي كارين فيه. وشحال ما طالت المدة الزمنية شحال ما بنادم كيزيد يتخلع أكثر. فكنتمناو من الله أن القرعة ترجع في أقرب وقت، لأننا ملي كنهضرو على الكرة كنهضرو على 2000 درهم، كنهضرو على 2000 درهم في الشهر. كنظن المدة ديال 5 شهور كتعطينا 10000 درهم، وراه كاين اللي كاري 5 شهور وكثر. وهاديك البركة هي باش الناس كتخلص التصبيق، وهي باش باغا تخلص النوطير، وهي باش باغا دير مصاريف الموازية ديال الشقة. فكنتمناو من الله انه في القريب العاجل يتحل المشكل ديال الناس اللي باقي ما داروش القرعة. لان ملي كنهضروا على صحاب الشكايات ولا الناس اللي عندهم هذيك الورقة ديال الهدم، كنهضروا على ناس راه كما سمعنا في بعض التصاريح راه الحالة مدنية راه فيها كلشي. راه بنادم قرا في واحد المدرسة وولادو قراو في ديك المدرسة. فكنتمناو من الله بحال هاد الأمور تحل، أولا الناس اللي عندهم الورق ديال 1.5 مليون وساكنين في البراكة وعندهم الشهود أنهم ساكنين والعون السلطة يقرر بذلك. يعني كاينة أمور اللي هي واضحة، فعلاش هذاك الإنسان غيبقى يتعذب ويتسنى مع أصحاب الشكايات أولا يبقى هكذاك؟ انا ما كنقصيو حتى شي واحد، لا من شكايات لا من ماشي شكايات، كنعتبروا كلشي بحال بحال. لان اي واحد معاه الحق خاصو يستافد، واللي ما عندوش الحق باش يستافد راه ما غيستافدش. غير هي الوتيره باش الامور ولات غدا عاوتاني، يعني الناس ما تعرف شنو المصير ديالها. كنتمناو من الله نشوفوا القرعه في القريب العاجل، لا في مدينه تماره ولا في مدينه الصخيرات، لان المئات ديال الأسر باقين بلا قرعة،
ناهيك على ذلك الناس ديال سيدي حيا اللي باقي ما عرفوش المصير ديالهم، كذلك الناس ديال المنزه باقي ما عرفوش المصير ديالهم. كنهضروا على الديور ار بلس 2 اللي كانوا فيهم جوج اوصار وثلاثه عايشين فيهم، يعني المئات ديال الاوصار خارجين الكرا. فكنتمنوا من الله باش الامور تمشي مزيانه وتمشي على اعلى مستوى، وكنتمنوا من السلطات المحليه انها تسرع الوتيره ديال الامور المتعلقه بالقرعه. الناس ديال الاسكان، جميع اللجان المتداخله في الملف ديال قاضي دور الصفيح، انها تسرع لنا الوتيره باش الناس ياخذوا البوان ديالهم باش الامور تمشي مزيانه. لان من خلال المعايير اللي كنشوفو كاينين حالات اللي خاصهم يديروا القرعه من غدا باش يسولوا الوضعيه ديالهم باش يمشيو يدخلوا وليداتهم يسجلوهم. وعلى ذكر تسجيل الوليدات والمدرسه، فكنبغي ناكد للناس اللي باقي ما خداو السويرشات ديالهم، الناس اللي مؤخرا طالبوا السويرش ديالهم على مستوى مدينه الصخيرات، فكنبغي نقول لهم راه ان شاء الله كاينه واحد الخدمه كبيره كدار في هاد اليومين هادي، على اساس ان شاء الله باقي بعض الرتوشات في السيكتور 6 و4 و3 وباقي لي سيكتور ان شاء الله باش غنشوفوا العمليه ديال تسليب الشقق بارقام كبيره جدا. بالنسبه لواحد النقطه مهمه اللي داخله في الجديد ديال ملف قاطيني دور الصفيح اللي هي المساله ديال المشاريع اللي غدار فيهم القرعه المره الجايه، واللي من بينهم مشروع الكرامه 2 والكرامه 3 والكرامه 4. هذه مجموعه من المشاريع اللي غدار عليها القرعه، واللي غادي ندير لكم فيديوهات خاصين عليها ان شاء الله، ونقربكم من الامور ان شاء الله. فما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش دائما يوصلكم الجديد، ونتمنوا من الله انه الناس مساكن اللي باقي ما داروش القرعه تقاد لهم الامور ديالهم، ماشي غير تقول الوريقات ديالو كيف ما كنقولوا، هذا هو اللي كاين. حنا عارفين ان الملف ديال قاطيني دور الصافي واحد الملف اللي معقد ما ساهلش، فمن خلال التوقف اللي دام تقريبا اكثر من شهر ونصف ولا شهرين، فكنظن ان الامور راه واضحه، يوجدوا اللوائح، ياخذوا الناس البون ديالهم، يبداو في الاجراءات ديالهم عاوتاني من جديد باش يعرفوا شنو غيدير. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.